بدمه غفران الخطايا. هذا الغفران أحبائي هو عمل يسوع المسيح، أساسه الصليب، أساسه هو موته على الصليب، لأنه استطاع أن يرضي الله ويكفر عن خطية الإنسان. دعني أقول في الختام، من كما يقول سفر الأمثال، من يكتم خطاياه فلا ينجح، من يعترف ويقر بها يرحم. والعهد الجديد في رسالة يوحنا يقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. في هذا الدم حصلنا على الفداء، على الغفران، وصرنا قريبين بدم المسيح. بطل شيء اسمه يهودي أممي، كل شخص مؤمن في المسيح أصبح أسرة واحدة، جسد واحد، هيكل واحد، كنيسة واحدة اللي بتضم الجميع. بصلي اليوم أنك تعترف بخطيتك، تتوب عنها، وتضع ثقتك وإيمانك في يسوع المسيح.